اعتقد هتدفع على الراجل ان هو برضه يبدا مشواره بمكسب. دي حاجه كويسه جدا أيوة. ومكسب مش فرقه مش صغيره، فرقه المقاولين رابع الدوري وبيأدوا بشكل كويس، عندهم استقرار، فبرضه هتدي له دفعه كويسه. هو نفسيا هبقى هتقلل الضغوط من عليه شويه، ان برضه لما يبدا مشواره بخساره شويه بيبقى فيه ضغوط حتى لو هي مش محسوبه عليه، ولكن النهارده هتدي له دفعه اكتر. اللعيبه انا شايف ان رايحه الاتجاه كويس. اهم حاجه الفتره الجايه انك يعني هتبقى فيه صعوبه شويه على موسيماني ان هو يبدا يعمل روتيشن، يبدا يتنازل شويه عن انه يثبت حاجات. دي صعبه جدا، اصعب حاجه في الدنيا انك دلوقتي تتنازل عن انك تثبت فرقه وانك في نفس الوقت تعمل روتيشن ما حدش تعور. بس انا عايز اقول لك حاجه في حته الروتيشن دي. هو مستر موسيماني لسه جاي، فهو طبعا فكره برضو لماتش الوداد، فانا فكري طالما في ماتش الوداد الماتشين الجايين هحط الفكر اللي انا هبتدي العب بيه ماتش الوداد. ده جميل، فيه زائد الافراد. ما هو ده الصعب بقى، هو دي الحته الصعبه. انت ممكن تبقى عايز تعمل فكر كويس بس في لعيبه تقع منك لغايه ما توصل لمباراه الوداد. ايوه، هي دي المعادله الصعبه اللي في الموضوع. وفي حاجه حلوه بالنسبه لي، وفي حاجه حلوه كمان حصلت في اللقاء. انك غيرت طريقه اللعب. ايوه، انك لعبت الثلاثه في نص الملعب وقدامهم اثنين وقدامهم واحد. ودي برده حاجه من الحاجات الكويسه اللي مع الوقت، يعني لو عندك الثلاثه دول ممكن تلعب بيهم مباراه الوداد. انا رايي برده انك لما جيت لعبت بيها مباراه الزمالك ما حطيتش الادوات اللي عندها سرعات اللي تنجح لك الثلاثه. مظبوط، ولكن الثلاثه اللي موجودين ديانج وحمدي والسوليه ليه لا موجودين وقدامهم اثنين صراع، عندك كهرباء وعندك الشحات. هتدي دور في حريه للشحات وكهرباء. ودي حاجه من الحاجات الكويسه جدا، وفي نفس الوقت هتحافظ على نص ملعبك ان انت عندك زياده عدديه في نص الملعب. فهي ال 4 3 2 1 دي برده انا شايف ان هي حاجه من الحاجات الايجابيه.